مشاهدينا الكرام برحب بيكم في كل مكان أهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك دكتور أشرف أهلا, أهلا بيك أهلا بيك يا بيتر وبرحب كمان بكل الإخوة المشاهدين لبرنامج عبر الكتاب في كل مكان نقول الحمد لله على السلامة الله يسلمك آه بعد عودة من مصر آه. آه النهاردة حبقنا إحنا بنتكلم في موضوع آه في وقته وفي معاده وفي زمنه وفي توقيته آه والموضوع ده هو باختصار الاصدار الجديد والعمل الجديد اللي بذل فيه مجهود خارق جدا من الدكتور اشرف عزمي هو كتاب في البدء. آه كتاب في البدء آه طبعا هنعرف النهارده تقديمه مفصله عنه وهنعرف آه كل الكواليس بتاعته من الدكتور اشرف عزمي ولكن آه حابب بسرعه كده اقول لكم انه هذا الاصدار هو الاصدار الثالث للقسيس الدكتور اشرف عزمي وبالتحديد هو خاص باول 11 اصحاح من سفر التكوين هنعرف ليه وهنسال حوالين كل الامور دي ولكن بعد ما ترحبنا مره ثانيه بالدكتور اشرف اهلا وسهلا بك بيتر وطبعا هو, هو كتاب في البدء زي ما انت ذكرت بيتناول اول ثلاث 11 اصحاح من سفر التكوين والاصحاحات دي اصحاحات مهمه جدا وتعتبر يعني اساس لفهمنا للعهد القديم كله واساس ايضا لفهمنا لكل الكتاب المقدس واضح انا بس ممكن اقول للمخرج انه في عندي صوت ف... طيب يعني أشكرك اوكي أه الحقيقه انا انا شايف ما اعرفش يعني كم حد يوافقني في ده انا شايف انه الكتاب في التوقيت ده أو في الفترة دي الزمنية اللي احنا بنعيشها مهم للغاية جدا لما نعرف المحتوى اللي فيه هنقدر نقول كده، لما نعرف التفاصيل من حضرتك هنقدر نقول فعلا انه الكتاب ده في ظل أفكار كتيرة جدا بتشكك في الوحي المقدس وبتشكك في عصمة الكتاب المقدس من جوه الكنيسة ومن جوه الباحثين فيها فخلينا نبدا من الاول يعني الفكرة الكتاب جت ازاي؟ آه هو الكتاب ده مش وليد آه يعني شهر ولا شهرين الكتاب ده وليد حوالي سنتين من الشغل آه متقطع يعني آه بجانب المسؤوليات اللي عليا كنت واضح. بشتغل في في الكتاب ده لما بدات فيه بدات بفكره اساسيه انه احنا ما عندناش في المكتبه العربيه كتاب بيتناول سفر التكوين وبالاخص الاصحاحات الاولى من الناحيه اللغويه ومن الناحيه التاريخيه ومن الناحيه التفسيريه العميقه. فحطيت على قلبي ان انا ده يكون مشروع اشتغل فيه، فبدات فعلا اشتغل فيه. وبعدين بدات بقى وانا بشتغل لقيت يعني ديبيت او جدال كان شغال على تاريخيه ادم وتاريخيه السقوط م. وهل السقوط قصه رمزيه وهل ادم شخص غير تاريخي وهل الطوفان ونوح قصص مقتبسه او اساطير مقتبسه من الاساطير البابليه وانا بكتب بدات القضايا دي تاخد مجالها في العالم العربي وداخل الكنيسه وخارج الكنيسه يعني فده سرع اولا اداني ان انا حافز انه اشتغل فيه أكتر واداني حافز ان وانا بشتغل أتناول القضايا دي واحده ورا الثانيه واحاول ان انا اجد اجابه مم. كتابيه لكل قضيه من هذه القضايا ف يعني لو سالنا السؤال بشكل مختلف مم. شويه هل الكتاب ناتج عن استفزاز إنجاز التعبير استفزيت من لا الكتاب الناتج الأخير بتاعه حطيت فيه الاستفزاز لكنه كبداية ما كانش كان بحث كان بحث أو. يعني بداية أنا كان نفسي أكتب حاجة عن سفر التكوين وأثناء الكتابة وأثناء الكتابة بدأت تظهر القضايا دي فحسيت باهميته وبضروره بضروره انه يكتمل م. م. وبضروره ان اناقش القضايا المطروحه اللي بيطرحها تكوين من واحد ل 11 واقدمها بطريقه آه سلسه م. وكتابيه م. وتفسيريه واتعامل مع النص ومع اللغه ومع م. الثقافه حضاره الشرق الادنى القديم آه. واظهر انه قد ايه كلمه الله فعلا كلمه نقيه وقد ايه انه الله في كل ما اعلن لنا من خلال الوحي المقدس انه كل كتاب موحى به من الله وبالتالي النص ده نص مهم جدا في فهمنا لكلمه الرب ده رائع جدا يعني حابب اوضح انه احنا بنتكلم عن اول 11 اصحاح بالتحديد من سفر التكوين بس كده وحضرتك كاتب في لو الاعدادي يطلع لنا السورة الأساسية للكتاب الخارجية هنلاقي انه مذكور انه أول 11 أصحاح فقط من سفر التكوين، إيه الهدف من أول 11؟ ليه مش أول 12؟ ليه مش أول 13؟ ليه مش سفر التكوين كله؟ كويس يعني ناس تسأل كتير إيش معنى 11 أصحاح الأولين؟ أولا لأنه سفر التكوين بتقسم إلى قسمين طبيعي، أي حد هيقرأ سفر التكوين يعرف يقسمه إلى قسمين أساسيين القسم الأولاني بنسميه التاريخ البدائي أو التاريخ البريميتيف هيستوري التاريخ البدائي اللي هو ابتداء من الخلق وحتى ظهور إبراهيم ونسل إبراهيم على الساحة وبعدين بقى تاريخ الأمة اليهودية لبداية من إبراهيم ودعوة إبراهيم وإلى وإسحاق ويعقوب وإلى آخر الأجزاء فالتاريخ الأولاني ده مهم جدا ليه؟ لأنه أول 11 أصحاح هي تعتبر اهم اصحاحات، يعني كل كتاب مهم، بس هي تعتبر الاساس لفهمنا لبقيه الكتاب المقدس. ففيها بنجد الخلق، وفيها بنجد ابو الانسانيه والبشريه ادم، وفيها بنجد السقوط، وفيها بنجد الله العادل القدوس، الديان لكل الارض، الذي يستطيع ايضا بقداسته ان يحكم على الخاطئ فيدينه وفيها ايضا بنجد الانسان في شره وازدياد الشر وكيف ان الشر ابتدأ بالسقوط وبدا يزداد الى ان تلوثت الارض كلها فاول 11 اصحاح يعتبروا سله زي ما قال بعضهم سله بذار العقيده المسيحيه فعندي الخلق الله الخالق زي ما قلت في مره انه اللاهوت المسيحي لا يبدا بالميلاد العذراوي م. ولا يبدا بموت المسيح الكفاري على عود الصليب وقيامته من بين الاموات لكن اللاهوت المسيحي يبدا باول ثلاث كلمات في الكتاب المقدس في البدء خلق الله دول ده البدايه بتاعه اللاهوت المسيحي عشان كده اذا حبيت اب اسس لاهوت نظامي كتابي واضح لابد ارجع الى اول 11 اصحاحات فهمنا ليهم وادراكنا للحق اللي فيهم بيساعدنا على فهم بقيه الكتاب المقدس وفهم الحق اللي معلن فيه. عدم فهمنا ليهم والتشويش اللي ممكن يكون موجود في بنتيجه فهم غلط لهذه الاصحاح يؤثر على الفهم الاخر للعقيده المسيحيه. عشان كده 11 اصحاح هم عشان كده ذكر 11 اصحاح. طيب المحتوى الداخلي للكتاب يعني عايزين برضو ندخل شويه بعمق أكتر يعني احنا اتعرفنا بالكتاب م. من بره عرفنا الفكره العامه ليه 11 اصحاح والهدف م. والتوقيت وحضرتك من سنتين شغال فيه ولكن في سير الاحداث عجل بي. عجلت <applause> بصدوره وهو الحقيقه انا كنت حتى بقول لحضرتك قبل الهوا انه نزل في وق في وقته المناسب جدا اللي بنعيشه في هذه الايام من شكوك جديده وغريبه في كلمه ربنا اول مره نسمعها وناس كتير قالت انه ناس اتقياء قالوا انه ده هيزيد اكتر كمان آه. الوقت الجاي فانا مش عايز الناس تتخض لانه ده لازم كلمة الله تتهاجم ولازم كلمة الله يتشكك فيها ولازم كلمة الله يتقال عنها تاريخ ولازم كلمة الله يطلع منها نصوص مكتزقة يتقال إنها مش وحي لازم يحصل كل ده وده طبيعي والكتاب قال لنا كده لذلك الله بيوجد أناس مثل الدكتور أشرف عزمي في أوقات محددة جدا بيشغلهم بالأفكار دي وبيشغلهم بيحط على قلوبهم هذا الموضوع إلهام جدا من وجهة نظري الشخصية في هذا الوقت لناس كتير مش قادرة تدرك أهمية إنه ده وحي ولا مش وحي؟ مم. الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده أناس قادهم الروح القدس زي ما بيقول الكتاب بقياده حقيقيه من الروح القدس لصياغته وكتابته ولا ناس كانت بتسرد مم. أحداث وسجل سجل مدني مين ابن مين وخلاص؟ لأ ده كل حاجه بقياده من الروح القدس. مم. مم. طيب المحتوى الداخلي للكتاب ندخل شويه لجوه اه يعني. المحتوى الداخلي طبعا انا مقدم في الكتاب اول حاجه مقدمه لسفر التكوين م. وفي المقدمه دي مناقش بعض القضايا المرتبطه بسفر التكوين وبالاخص في الدراسات اللي موجوده وانه سفر التكوين ما كتبهوش موسى م. لكن سفر التكوين كتبه واحد احنا ما نعرفهوش آه. آه وجمع اربع مصادر آه آه وجمع منهم المعلومات نظريه المصادر يعني وغيرها، آه. فأنا بناقش دون في 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 المقدمه وبناقش الأسس اللي بنيت عليها نظريه المصادر والاعتراضات على نظريه المصادر، وإزاي نظريه المصادر دي نظريه لا تثبت لا علميا ولا حتى في المجال العلمي انها تقدر ان انت تؤسسها، لكن اللي كتب الأسفار الخمسة الأولى موسى والإثباتات كثيرة سواء من العهد القديم سواء من كلام موسى نفسه سواء من شهادة الرب يسوع سواء من شهادة الأسفار العهد الجديد سواء من شهادة أباء الكنيسة ومعلمي اليهود إلى آخر الشهادات اللي بتؤكد لنا أنه اللي كتب كان موسى بعدين بدخل بقى على باخد أصحاح أصحاح يعني كل من 11 أصحاحات باخد اصحاح اصحاح وباخد كلمه كلمه. يعني يعني مثلا في البدء خلق الله ده اول اصحاح مثلا واول عباره م. فانا بحط النص العبري وبعدين بترجم نقدم ترجمه للنص العبري وبعدين باخد في البدء مثلا برشيد يعني ايه في البدء؟ واي يعني انهي بدء؟ و... و... والى اي مدى والى اي بدء يشير الكاتب هنا؟ وماذا حدث في البدء؟ الوهيم مين هو الوهيم؟ ولماذا أتى الله بصيغة الجمع براء أو خلق يعني إيه براء يعني أصلها إيه طب جم كم مرة في الكتاب المقدس فباخد كلمة كلمة وبحللها وبكتب عنها تفسير وبربط هذا التفسير بالإدعاءات موجودة أنه سفر التكوين مقتبس أو متأثر بثقافة الشرق الأدنى القديم وبالأخص الأساطير البابلية إلى آخر هذه الأجزاء ده ده بالنسبة للفهرس العام اه الفهرس العام الفهرس العام مقدمة لسفر التكوين وبعدين أصحاح واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى إلى 11 في بقى فهرس خاص آه. لآخر آه في نهاية كل أصحاح بتبقى في قضية أو اثنين بيطرحهم الأصحاح نفسه فمثلا في أصحاح واحد آه بنجد فكرة اليوم إنه وكان صباح وكان مساء يوما واحدا وكان صباح او وكان مساء يوما ثانيا فهل اليوم بقى بيشير الى 24 ساعه اليوم بيشير الى حقبه زمنيه اليوم بيشير الى اعلانات الهيه بحط النظريات المختلفه وبناقش فكره اليوم كما اتت في الكتاب المقدس مثلا تكوين واحد بيتكلم عن الوهيم بصيغه الجمع فهل العهد القديم بيشير هنا الى الثالوث ولا فبكتب بكتب مقاله او بكتب صفحة عن الموضوع ده استراح الله يعني ايه استراح الله هل الله تعب عشان يستريح وهنا البعض بيقولك انه اه شوف ادي الاسلوب المجازي هو مجرد اسلوب مجازي فبالتالي هو مش بيكتب تاريخ م. وبيعتمد على كده انه الله استراح الله ندم م. فيعني ايه الله استراح ويعني ايه الله ندم م. الخلق والعلم علاقة الخلق بالعلم هل, الـ هل الـ الكون خلق بكلمة من الرب يعني كل شيء به كان وبغير لم يكن شيء مما كان ولا الكون ده يعني خليه احاديه وبأصبحت خليه مور كومبلكس وبعدين اصبحت بعد كده سمكه والسمكه اصبحت بر مائيات مائيات اصبحت زحافات والزحفات اصبحت ثديات والثديات خرج منها الشمبانزي او الـ 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 الانسان القرد او القرد وخرج منها الانسان فهل الانسان فعلا خلق على صورة الله وشبهه، هل الله هو اللي خلق الإنسان؟ ولا الإنسان أتى بتطور؟ ده دي ده قضية تقدر. أخرى. تاريخية آدم، هل آدم شخص تاريخي ولا مش تاريخي؟ م. طب وإيه الخطر إذا كان آدم إيه, إيه غير تاريخي؟ ليه الكتاب المقدس بيذكر على إنه هو تاريخي؟ فبكلم عن تاريخية آدم، بكتب مقالة كبيرة أوي عن تاريخية آدم م. وعن أهمية تاريخية آدم، م. هل استخدم الله التطور في خلق العالم؟ ما هي الحية؟ البعض يقول لك الحيه دي هي ايه؟ هل هي فعلا في حيه بتتكلم وهل يمكن ان يتخيل انسان حيه بتتكلم؟ أوه. من اين جاء قايين بزوجه له؟ دي كلها القضايا دي ليها اهم الاسئله اللي بتجاوب اللي بيجاوب بزا... على عليها عليها وانا ماشي في الكتاب ب... في تخصص يعني في صفحات خاصه مش ضمن التفسير نفسه، كويس؟ آه. هل تعدد الزوجات أمر مسموح به في الكتاب المقدس؟ كيف استطاع الآباء بعد الطوفان أن يعيشوا العمر الطويل ده كله؟ هل يمكن أن يستخدم تكوين خمسة لحساب عمر الأرض؟ من هم بنو آه بنو الله المذكورين في أصحاح ستة؟ قضايا آه مرتبطة بالطوفان، تاريخية وعالمية الطوفان، طوفان عالمي، حجم الفلك إلى آخر هذه القضايا. في فهرس ثالث بقى آه. آخر، فهرس الجداول والرسومات التوضيحية ففي كتير قوي من الجداول بيحتويها الكتاب وايضا الرسومات التوضيحيه لما طب يجي ممكن مثلا قبل ما ندخل مم. على فهرس الجداول والرسومات التوضيحيه حضرتك ذكرت لنا از ده يهمني قوي الموضوع مم. لانه ده الاجابه بتاعته هو الكتاب أوكي. كله مم. الاسئله اللي حضرتك او القضايا اللي حضرتك طرحتها ايه من الاسئله اللي حضرتك آه طرحتها آه النظريات المختلفه لتفسير كلمه يوم تكوين واحد والثالوث واستراح الله كل دي اسئله آه كيف استطاع الاباء قبل الطوفان ان يعيشوا هذا العمر الطويل والى اخره ايه من الاسئله دي ان ما كانش كلهم حاليا او في الوقت ده آه الاجابه بتاعتها مختلفه عن اللي حضرتك وده واضح وعامل بلبلة جامده لا يعني اهم أو الاسئله آه، اللي موجوده اهم هنا. اهم اهم مثلاً القضايا المطروحه هي مثلا نظريه التطور م. كويس وانا اعتقد ان نظريه التطور هي الموتيف او الدافع اللي،, اللي ورا الافكار انه ادم شخص غير تاريخي وانه السقوط غير تاريخي افهمها يعني عايزين نفهمها كالاتي لو انا مؤمن بنظريه التطور م. ومقتنع انها مش نظريه بل زي ما بعض قال ده علم وثابت مع انها مش علم نظرية التطور لا تخضع ابدا للعلم لانه العلم التجريبي لا مش ممكن ابدا نظرية التطور تحطها زي ما بعض العلماء قالوا لنا ان نظرية التطور عاملة زي علم اللي هو علم التحقيقات كويس يعني إيه؟ يعني في 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 جريمه موجوده م. فانت بتعمل ايه بتجمع المعلومات علشان تحاول تسولف الجريمه اللي موجوده فانت لقيت مثلا عندك قتيل قتيل فانت بتحاول تجمع البصمات بتحاول مش عارف ايه فالعلم التطور هو علم بيحاول يجمع ادله علشان يثبت انه الانسان تطور لكنه ليس عرضنا. علم تجريبي احنا اتكلمنا عن الجزء ده و... فاذا انا قبلت التطور كعلم كويس وكحقيقة مسلم بها يعني انا انا بستغرب ازاي اشخاص يعني يكتبوا مثلا ان الطريقة التي خلق بها الله العالم هي التطور وكانه هو حدد الطريقة لله يعني يعني الله اوريدي اتحدد له الطريقة اللي بيها يخلق العالم فانت يعني كانك انت فرضت على ربنا خلاص هو ده الطريقه الوحيده مع ان الله قال في البدء خلق الله السماوات والارض لكن انا بقى علشان انا مقتنع بالتطور وقابل التطور ومش قادر اتنازل عن التطور وفي نفس الوقت مش عايز اتنازل عن الكتاب المقدس فانا بعمل ايه؟ فباخد التطور واقول اه التطور لا يتماشى ما انا مش ممكن ابدا اقبل التطور واقبل تاريخيه ادم ما ينفعوش يركبوا مع بعض يا ده يا ده ما يعني ما ينفعوش مم. لو حطيت ده وحطيت ده مش هيركبوا مع بعض لذلك غالبيه على اللي... راي مرسي كويس <applause> <applause> لذلك <غالبيت>. <تصفيق> <تصفيق> <مكس> يعني يعني <applause> لذلك غالبيه اللي بيؤمنوا بالتطور ملحدين يعني, يعني أقول نادرا أول ما شفت حد بيؤمن بقليل بتط... يعني يبقى مؤمن بدين او او في في مجموعه النهارده بنسميها ثياسيك ايفولوشنست يعني اللي هي مؤمنين بس مؤمنين بتطور يعني غير إلحاديين بس مؤمنين بتطور ما هو بيحاولوا ما هو ميكست على اي اساس ما انت يو كان ميكست آه. بس انت لازم تعمل شويه حاجات عشان تميكس ات اه اغير معاني الكلام إيه؟ و... بالظبط فانت آه. بتعمل ايه؟ بدل ما انت تضحي بنظريه التطور م. وتقول ان دي نظريه لا تثبت علميا وان كلمه الله هي الاثبت والاصدق م. انت بتعمل ايه؟ بتيجي للكتاب مقدس الله خلق ادم لا 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 مش هتقبلها م. ليه؟ لانك لو قبلت ان الله خلق ادم يبقى الانسان له بدايه يبقى الانسان غير متطور من كائنات اقل اه كويس؟ فبالتالي ما ت... لا تثبت نظريه التطور إذا إذا قبلت الكلام اللي مكتوب هنا على إنه حقيقة تاريخية وكلام خلق تاريخ بسجل تاريخي ربنا بيكتبه الطريقة الوحيدة اللي أنت تعملها بقى وتقتنع بيها مم. إن أنت تنظر إلى سفر التكوين على إنه مجازي. عشان أخدم بالظبط وأدم مش شخصية تاريخية مم. فأنت فأنت تويستت أو أو لويت الكتاب المقدس علشان انت مقتنع بفكره يعني ده 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 ده, ده النتيجه فانا بقول انه اي حد بيرفض تاريخيه ادم وبيرفض تاريخيه السقوط هو بيبني رفضه على اساس قبوله لنظريه التطور كويس فبيضحي بالكتاب هو بيفكر انه لا يعني هو بيدافع عن الكتاب م. يعني هو مش عايز الكتاب يرفض من اللي عندهم اسئله مرتبطه بالعلم الى اخره، فهو بيضحي بالكتاب كويس على مذبح العلم م. في سبيل انه مقتنع بالنظريات العلميه. وهو ده كويس؟ يعتبر وده اهم موضوع الكتاب بيتصدر ليه. وده وده ده في نظري هو م. هي الخطوره م. كويس؟ م. ليه؟ لانك انت الفكره الاساسيه بيتر خلينا اشرحها اكتر. احنا ممكن نعجب بفكره م. للاسف خلينا اقول انه من ينادون في العالم العربي بفكره عدم تاريخيه ادم وعدم تاريخيه السقوط هم هواه وليس محترفين في العهد القديم يعني 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 يمكن ارى له كتاب اثنين فاعتبر نفسه عالم للاسف يعني آآ آآ زي ما انا مثلا اقرا لي كتابين آه في الطب النفسي فاعمل نفسي طبيب نفسي يعني كان. يعني آه آه فبالتالي اللي حصل انه انه انت لو قبلت الفكره هو ما بيشوفش الكونسيكونسز ما بيشوفش النتائج يعني يعني اي 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 فكره بتاخدها م. لازم تقيسها في ضوء الكتاب المقدس كله ناخد مكالمه ونكمل طيب اكمل الجزء ده بعدين معانا اتصال تليفوني الاخ ابو مهند آه. مساء الخير مساء النور اخ ابو مساء مهند مساء الخير مساء النور اخ ابو مهند ازيك؟ الحمد لله شكرا للرب اهلا بيك تفضل أه... لدي سؤال اذا سمحت اتفضل هل وردت قصه الخلق في الاساطير البابليه او قصه الطوفان بسمع انه في ملحمة جلجامش هاي طوفان آه. وقصة الخلق في ملحمة جلجامش هاي السومرية آه. اللي كتبت قط المسمار مم. أرجو افادة إفادتي أوكي شكرا آه. يا أخ أبو مهند بنشكرك على سؤالك طيب أنا هجاوب على أبو مهند وبعدين أرجع طيب. للجزء اللي يعني بس ما تنسنيش جام. الجزء اللي أنا عايز أقوله زي ما تحب <تصفيق> <تصفيق> أم أم قصة الخلق وقصة الطوفان. وبقول القصتين دول ليه؟ لأنه الإنسان منذ أن وجد منذ أن وجد، يقول كده سفر الجامعة أن الله وضع الأبدية في, في قلوبهم. قلوبهم يعني إيه الأبدية في قلوبهم؟ الإنسان من أول ما وجد وهو عنده تساؤل من الذي أوجدني؟ كويس؟ و, و, و يبحث عن ويبحث عن الحياة، وهل هناك كائن أعظم مني أوجدني؟ كويس. فبالتالي في كل العبادات وفي كل الديانات الوثنية القديمة هناك قصص للخلق مم. حتى في المصرية القديمة العبادات المصرية القديمة هناك قصص للخلق ليه لان الانسان بي 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 بيرجع سر وجوده وسر الحياة الى كائن اعظم موجود كويس فبالتالي كل اماكن العباده وكل الكتب العباده القديمه الاساطير وغيرها بتتناول الى حد ما قصه الخلق تمام و و وطبعا ال السمه السائده م. والمعروفه في القصص دي واللي مش موجوده في الكتاب المقدس هو أن الخلق نتج عن تصراعات ما بين الالهه م. يعني يعني هناك تعدد الهه و وكل واحد حب يظهر قوته وجبروته فاله الميه العذبه مش عارف قتل اله الميه المالحه واخد دي الاساطير ج... آه دي الاساطير واخد يعني جل... جلده وعمل بيه مش عارف ايه وخلق ايه فالعالم فال... وجد العالم وجد ووجد الانسان لخدمه الالهه كعبيد لخدمه الالهه فموجود موجود سواء في مصر موجود في بابل موجود في العبادات القديمه كلها قصة الطوفان موجودة أيضاً، موجودة قصص الطوفان يعني عندنا عشرات القصص للطوفان بصور مختلفة، كويس؟ ودايماً أقول إن وجود الطوفان في قصص وأساطير العالم القديم دليل على تاريخية القصة الكتابية، مم. مش العكس. أيوة ليه؟ بتخدم القصة بتخدم القصة الكتابية وليس ضد القصة الكتابية، ليه؟ لأنه النهاردة لو حدث حدث كوني هنفترض النهارده انه الارض كلها من اول شرقها لغربها اصيبت بشيء ضربت بشيء مم. كويس اللي في الهند كانت يعرف اختبر ده واللي في الصين اختبر ده واللي في مصر اختبر ده واللي في امريكا اختبر ده ونفترض انه اجيال جات ورا اجيال اجيال ورا جات ورا اجيال القصه دي تتناقل وقد تتناقل من اجيال اجيال بصوره مختلفه مم. كويس فلان الطوفان جلوبالي أو يونيفرسالي حدث م. كوني حدث لكل الأرض فبالتالي ظلت آثاره موجودة في الثقافات الأخرى فالأسطورة البابلية اتكلمت عنه وحضارات أخرى حتى في الصين على فكرة في ثقافات أخرى موجودة مش بس البابلية اتكلمت عنه فوجودها بشكل طبعا مختلف عن اللي موجود في الكتاب المقدس وطبعا الآلهة والآلهة حصل كذا وكذا والآلهة زهقت من الإنسان لأن الإنسان مزعج وليس لأن الإنسان أخطأ بس م. الإنسان مزعج وحبت إنها تتخلص من ال الإنسان والآلهة ازاي صارت كان خائفات أول لما المية جت يعني هم هم قالوا للمية تيجي بس لما المية جت خافوا الآلهة من ال من المياه فإلى آخر ال الأساطير دي كلها حتى إن بيأكد كانت التفاصيل كلها أساطير بالزبط. ولكن في حدث اسمه الطوفان بالظبط حصل وعندي القصه ال 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 التاريخيه الحقيقيه م. كما ذكرت في الكتاب المقدس كويس وليس معناه انه الكتاب المقدس شوف دايما ال ال الفكر ال خلينا اقول اللي هو الليبرال ال المتحرر م. ينظر الى التشابهات يقول لك شايف في تشابهات ما بين البابليه وما بين القصه الكتابيه طب ماذا عن الاختلافات؟ م. كويس؟ هو ما يبصش للاختلافات. يعني حتى 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 بتوع التطور يقول لك اه هناك اختلاف تشابهات ما بين الانسان وبين الشمبانزي، وعلى اساس هذه التشابهات الانسان اتى من الشمبانزي. اوكي، ماذا عن الاختلافات؟ ده اختلاف جين واحد بيأثر في كل ال 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 الكيان ال الكائن. ف فهو لا ينظر للاختلافات الجوهرية، هو ينظر للتشابهات اللي ممكن تكون موجودة. كويس؟ فده ده اجابتي على للاخ ابو مهند ارجع نرجع لموضوعنا اذا قبلنا انه ادم غير تاريخي افترض افترض معاك انه هقبل فكره ادم غير ده ده مجرد افتراض هفترض ان ادم غير تاريخي ايه بقى نتائج قبولي لعدم تاريخيه ادم نتائج اللاهوتيه اللي ممكن تترتب على كده اول نتيجه اذا ادم شخص غير تاريخي. وده ال... ده ال... ال... النتيجه الاولى اللي احنا عارفينها، يبقى السقوط حدث السقوط غير تاريخي. ما هو ازاي يكون شخص غير تاريخي ويحصل حدث تاريخي معاه؟ مش هينفع. فبالتالي ال... ال... اذا كان ادم غير تاريخي وده اللي بيقوله لنا. ادم غير تاريخي وقصه السقوط قصه رمزيه. كويس؟ فاذا كان ادم غير تاريخي وقصه السقوط قصه غير تاريخيه يبقى الخطيه ليست خطية موروثة لكنها خطية مكتسبة ده أول خطر بنجده في فكرة آه عدم تاريخية آدم اللي أنا بتكلم لاهوتيا مش بتكلم على بتكلم كنتائج لاهوتية فالخطية تبقى ليست موروثة الخطية الأصلية يبقى الخطية الأصلية مكتسبة إن أنا اكتسبتها م. يعني أنا أنا وأنت اكتسبناها إحنا إحنا زي ما قال البعض بنولد صفحه بيضاء، احنا مش بنولد صفحه بيضاء. نحن نولد خطاه. ونولد اعداء لله. ونولد في موقف العداء والعداوه والخطيه والشر. نولد منفصلين ومنعزلين. نولد كغرباء عن الله. كويس؟ فاحنا بنولد في 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 موقف العداء، احنا احنا اه 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 الخطيه الاصليه آه، تبقى لو انا قابلت عدم تاريخيه ادم يبقى الخطيه الاصليه مكتسبه فانا م. انا النهارده عايش في في بيئه اكسبتني علمتني الغيره وعلمتني آه، الغضب كبريه. وعلمتني الكبرياء وعلمتني الشهوات فانا في الحسد فانا وجدت في بيئه البيئه هي اللي علمتني طب اوكي هسالك سؤال تاني لو انا وجدت بقى في بيئه كويس أفلاطونية. افضل افلاطونيه هاخطئ ولا مش هاخطئ اكيد هاخطئ كويس يعني يعني هديك هديك مثل لي قايين قايين خرج برا الجنه صح ما كانش في حد وما كانش في لا قتل ولا ذبح ولا حسد ولا 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 خصام ولا غضب ولا ولا شهوات يعني ما الخطايا دي لسه ايه اللي خلى قايين يقوم على اخيه ويقتله؟ مولود بالخطية كويس؟ فالفكرة الأساسية إنه لو أنا الخطية اكتسبتها يبقى أنا بسهولة أتنازل عنها. يعني زي ما أنا اكتسبتها أتركها. شوية تعليم على تهذيب على إصلاح تربية. على سجن <applause> على تربية يخلوني كويس ما يعني فابقى كويس قدام ربنا ابقى انسان مش فاذا انا باستطاعتي ان اتخلص من اللي انا اكتسبته فانا مش محتاج الى مخلص يخلصني. يعني انا حابب حضرتك مشاهدين حاجه خطيره جدا يعني حضرتك عامل يعني عليها كلوز يعني آه المشاهدين يكونوا متابعين معايا آه لو الخطيه مكتسبه يبقى انا اتركها زي ما اكتسبتها اتركها. يعني كويس انا حابب حضرتك تعيدهم تاني الترتيب ده نتائج المرتبه بس بعد المكالمه دي لان دي نقطه أوكي. مهمه جدا جدا معانا الاخ حسن من المانيا اهلا وسهلا بيك اخ حسن أنا وسهلا بكم آه عندي سؤال لو سمحت الو هل في علاقه؟ تفضل اخ حسن احنا سامعينك تفضل شكرا شكرا هل في علاقه

بين تكوين واحد واحد في البدء خلق الله السماوات والارض لا مش و... سم... مش وصلنا الصوت يوحنا الاصحاح الاول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله في مشكله في, 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 في مشكله في الصوت, في الصوت مش قادرين نسمع شكرا. السؤال شكرا اه اه طيب طيب انا كمل عقبال طيب. ما ينفعش على نرجع تاني للاخ حسن م. خلينا نعيد تاني اوكي النتائج الخطيره اللي بتترتب اوتوماتيك وطبيعيه ولازم اؤمن بيها لو انا من البدايه مش مؤمن بتاريخيه ادم كويس انكار تاريخيه ادم انكار لتاريخية ادم يؤدي الى انه مفهوم الخطيه عندي يتغير بيبقى الخطيه مكتسبه وليست خطيه موروثه يعني انا مولود بلا خطيه بالظبط معناها كده انا مولود بلا خطيه والبيئه آه. الملوثه هي اللي بتعديني بالظبط البيئه الملوثه هي اللي بتعديني ولو وجدت بيئه افضل انا مش هبقى خاطئ طب مش مش ممكن اكون مؤمن بانه ادم شخصية غير تاريخية وفي نفس الوقت مؤمن بانه الخطية مولود بيها ايه المانع يعني؟ ما هو ازاي ازاي ان انا ورثتها؟ ما عشان اورثها يبقى اكيد في موقف حصل مش حاجة مجازية كويس؟ يعني يعني علشان علشان انت ترث من ابيك لابد ان يكون ابيك تاريخي مم. يعني يعني ازاي الإداية. اوكي ازاي انت جالك جالك النهارده شيك او جالك النهارده كده ورقه مكتوب فيها انك ورست ها آه... ورست يا بيتر مثلا آه... مصنع آه... لل... ملابس. للملابس مم. من باباك اوكي مم. اذا المصنع ده مش موجود يبقى ده وهم يبقى ده ضحك مم. يبقى الورقه دي ملهاش لازمه لو مش موجودة على ارض الواقع فاذا لم يسقط ادم كشخص ويعصي الله كشخص ونثله الذي يولد من ادم يولد ايضا تحت نفس الدينونه بتاعت ادم ومنعزلين ومنفصلين عن الله كويس يبقى يبقى ادم لو مش شخص مش ممكن يحصل عشان كده في كتاب جميل اتكتب آه كتبه غالبا آه مش فاكر اسمه الـ الـ الكاتب آه مش في دماغي حاليا بس كان عنوان الكتاب عجبني جدا هو استاذ في جامعه ويست منستر ثيولوجيكال في فيلادلفيا وكتب كتاب سماه نو ادم نو يعني يعني مفيش ادم مفيش خلاص م. ده ده دي, دي ببسطتها كده ليه لانه تعريفك للخطيه اتغير فبما انه تعريفك للخطيه اتغير اصبحت الخطيه مكتسبه وليست الخطيه موروثه وبالتالي مفيش وبالتالي انت ما انت اذا انت انا مكتسبه يبقى انا اقدر اتخلص منها فليه المسيح يجي فليه يبقى مش محتاج واحد يموت عني الموت ال الخلاص نفسه مفهوم الخلاص اتغير يبقى موت المسيح ما ينفعش يكون موت بديل لأنه المسيح بموته على الصليب حمل خطايانا وهو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلام عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم من ضللنا منا كل واحد إلا طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا, جميعنا وده دليل على عجز الإنسان تماما عن خلاص بنفسه بالزبط. أو إيجاد بدليل الأنبياء وإلى آخره عشان كده حتى في روميا أصحاح خمسة لما اتكلم عن الإنسان وصف الانسان باربعة اوصاف م. قال ضعفاء م. ضعيف ما يقدرش يخلص نفسه احنا ضعفاء ولدنا في حاله ضعف قال خطاه نفعل الخطيه ليس لاننا بلا خطيه لا لنفعل الخطيه لاننا ولدنا في الخطيه نحن فعلنا للخطيه هو ناتج عن ان احنا ولدنا في الخطيه كويس أوه. الحاجه الثالثه قال عنا نحن اعداء احنا أعداء احنا لا, لا يعني فالكتاب الكتاب وصفنا بكذا وصف كتاب تكلم عن حالة الانسان واي أن الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت كلما اريد ان افعل حسن أجر يعني أنت عندك عندك عدم تاريخية ادم بتخليك تعرف السقوط والخطية تعريف مختلف م. التعريف المختلف للسقوط والخطية يؤدي, يؤدي إلى احتياجك لمخلص أو خلاص مختلف عن خلاص المسيح أنا بس محتاج حد يعلمني م. A good educator م. A teacher Good teacher أنا مش محتاج حد يموت معنا على الصليب م. هو مجرد بس يجي ويساعدني إن أنا أتخلص من الحاجات اللي أنا اكتسبتها م. بدل ما أنا بكذب يقول لي بلاش تكذب ويحطني في بيئة شوية ما فيهاش كذب بدل ما نحسد يقول لي ما تحسدش يحطني في بيئه لكن الانسان يفعل الخطيه لانه من جوه مش من بره ولا, ولا داعي لمجيء المسيح ولا داعي لكل ده بالظبط نحن يعني زي ما قال الرب يسوع من فضله القلب يتكلم م. الفم طيب. بيخرج من جوه فدي حاجه الحاجه الثالثه الرابعه بقى بيتر آه. يعني احنا قلنا ادم غير تاريخي مفيش. الخطيه تعريفها يتغير آه. الخلاص آه. تعريفه يتغير يبقى انا مش محتاج انجيل زي الانجيل اللي موجود النهارده ان المسيح مات بحسب الكتب وقام مم. والمسيح آآ آآ صعد آآ وسياتي في مجيئه الثاني. ال الانجيل ده انا مش محتاجه. مم. انا مش محتاجه يبقى تعريفي للانجيل حتى الانجيل ومحتوى الانجيل لابد انه يتغير. يبقى انجيل اخر يبقى انت انكارك ل ل لتاريخيه ادم يؤدي بيك الى انجيل اخر غير الانجيل اللي بينادي به بي الكتاب المقدس التوابع صعبه جدا بس هي دي اللي يعني مش بيشوفها الشخص مش للاسف آه. الشخص اللي هو 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 بس مقتنع بفكره التطور وعشان يكمل فهو قال لك ادم غير تاريخي والشخصي والسقوط غير تاريخي والكلام اللي, اللي شكله جميل مم. مم. sound ات ساوند جود بس see the سي ولا الابلكيشنز التطبيق اللاهوتي لهذه التبعيات لهذا الفكر الحقيقه السؤال بتاع الاخ حسن وصلنا احنا كناش سامعينه هو بيسال سؤال بيقول ايه هي علاقه او ما هو العلاقه ما بين في البدء خلق الله وفي البدء كان الكلمه يوحنا الاولى طبعا البدء غير البدء يعني هو لفت في نظره ف... آآ آآ في البدء في نقطة من الزمان م. كويس وجد الزمن ووجدت المادة م. وقال الله ليكن فكان دل في البدء إنما في البدء بتاع يوحنا في البدء كان الكلمة م. كويس والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ال 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 خلينا أحطها بترجمة شوية أدق قبل أن يكون البدء كان الكلمة موجودا مه. ده القصد يقول يوحنا فالبدء بتاع يوحنا هو قبل أن يكون البدء مه. قبل الخلق كان الكلمة موجودا مه. فليس له بداية لكنه دخل إلى العالم والكلمة صار جسدا وحل بيننا فقبل أن يكون البدء كان الكلمة كان يسوع موجودا مه. لكنه في ملء الزمان أتى إلينا ودخل إلى العالم وصار الكلمة جسدا يعني ممكن اضيف حاجه من عندي انا على السؤال بتاع الاخ حسن إيه حضرتك ذكرت انه الكتاب خد لقب في البدء او اسمه في البدء دي دي رايحه للتكوين ولا التكوين في دي التكوين دي رايحه للخليقه بدايه الخليقه آه. يعني لو لو طلعت هنا في الكتاب مم. وطلعنا اصحاح واحد انا ممكن اقرا للاخ حسن أول عبارة كويس اللي هي عبارة في البدء في البدء خلق الله اهي خليني اقرا لك الجزء ده اخ حسن تشير عبارة في البدء الى كل احداث الخلق في الايام الستة للخليقة وليس إلى شيء قبل ذلك ولا إلى شيء منفصل عن الخليقة كويس فتشير كلمة في البدء إلى الأيام الستة اللي فيها ربنا خلق الخليقة أوجدها وبدات هذه الخليقه وطبعا في كلام تاني كتير بس مش عايز اقراه تمام. لانه عايز مش عايز اقول كل اللي في الكتاب عشان الناس تقرا كتاب تشتري الكتاب أكيد. وتقراه طيب ناخد سؤال كمان م. من الاسئله الهامه اللي الكتاب بيجاوب عليها وبرده في هذا التوقيت في هذه الايام موجود اعتراض عليها او بتختلف الاجابات عليه او لسه في يعني اشكاليات على تحديد اجابه واحده لسؤال ده زي ما حضرتك ذكرت لنا كده تاريخيه ادم والاستخدام الله هل استخدم الله التطور في خلق العالم كويس يكون الكتاب بيجاوب لنا عليه خليني اجاوب على حاجه انا قريتها كذا مره وحسيت انها مش صحيحه يعني حتى كتبت في جريده روزاليوسف الاسبوع اللي فات جريده روزاليوسف كتبت عن عن الجدال اللاهوتي اللي موجود وكتبت تحت ادم ادم يسبب ازمه داخل جدران الكنيسه وكتبت مقاله كبيره وفي و المقاله كتبت عن كتاب اسئله في العهد القديم وفكره انه ادم شخصيه غير تاريخيه وان السقوط غير تاريخي وبعدين في الاخر في النص كتبت كمان عن انه اباء الكنيسه قالوا ايه الى اخره وبعدين جت في الاخر ختمت ب بذكر اللي انا قلته وكتبته عن ادم وانه ادم شخصيه تاريخيه وعدم قبولنا لتاريخيه ادم يؤدي الى نتائج خطيره. الفكره اللي انا عايز ااكدها البعض سواء عن درايه او عدم درايه بيقولوا انه اباء الكنيسه ايضا كانوا يقولون ان ادم شخصيه رمزيه او كانوا يفسرون آدم وسقوط تفسير رمزي وأنا معاك أوريجانس أبو المدرسة الرمزية مدرسة اسكندرية كان كل شغله أنه داير يرمز لده وده يرمز لإيه وده يرمز المدرسة دي كانت بتفكر أن هناك ثلاث مستويات للتفسير المستوى الاولاني هو المستوى القرايه العاديه الحرفيه انت بتقرا فانت تستوعب اللي موجود المستوى الثاني المستوى الروحي ان انت تحاول تطبق دوما من الناحيه الروحيه البعد الاخر بقى انه تدخل الى الرمزيه اباء الكنيسه اللي انا حقيقه انا عايز اقولها اباء الكنيسه لم يلغوا ويشكوا في تاريخيه ادم هم فسروا ادم والسقوط تفسير رمزي يعني ايه يعني هو هو <applause> يقول لك مثلا آآ 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 ادم يرمز الى كذا وده يرمز الى كذا زي زي في مدارس كتيره النهارده موجوده مم. بتفسر لكنها ما لغتش التاريخيه أبا الكنيسه لم يلغوا تاريخيه ادم اكيد أبا الكنيسه لم ينادوا ان ادم غير تاريخ غير تاريخ ولم ينادوا بان السقوط غير تاريخ أبا الكنيسه قالوا انه ادم تاريخي والسقوط حدث تاريخي لكن تعالوا نفسر الاحداث دي تفسير مجازي رمزي مم. ناخد دي الكلمه ونكمل كلامنا معانا الاخ جورج من كندا اهلا وسهلا بيك سلام الرب يسوع اهلا, أهلاً وسهلا اهلا بيك, أهلاً بيك. جورج فضل أخي جورج. سلام الرب يسوع أخي دكتور أشرف اهلا بيتر دخلت في مواضيع كثيرة ومواضيع كل موضوع, موضوع دخلت فيه أخي دكتور أشرف يلتزم يمكن عشر حلقات صح أه <applause> ف... بالنسبة للخطيئة الخطيئة فعلا دخلت بآدم أنا أعتبر الخطيئة دخلت عن طريق الروح وهي موضحة في الكتاب عن انفتاح الإنسان على معرفة الشر والخير و... و... وأنا أقدر أذكر في كثير ما تكلم به الرب يسوع عن قال الكلام الذي أكلمكم به هو يعني الإنسان هو من خلاله اللي راح يكون الحا... الحاكم الحاسم عليه يتبع الكلام أو يكون مضاد للكلام لأنه في... من خلال المعرفة هناك يكون لانه يعني بدون قوانين ما في خطيئه لأن أيه. لانه الخطيئه تاتي من خلال القانون م. والقانون اللي حطه الرب طبعا نحن من عمليه الخلق نعرفها عن طريق الشعية انه الـ 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 القوانين القوانين الوصايا العشر وضعت وجبلت مع الـ مع الـ مع ادم من وقتها فلذلك عرف من وقتها عندما فتحت عيونه على على الشر والخير أيضا. عرف انه عريان وان هذا جورج معلش ولكن ممكن حضرتك تحط تقول لنا السؤال بالتحديد اللي حضرتك عايزه؟ اوكي انا كنت بس بدي اقول اكشلي انا كان عندي بس المداخله تبع التطور انه انا لا اؤمن انا اؤمن بالتطور يعني كيف انه التهجين انه عمليه مثل عمليه داروين راح تكون سريع جدا انه الشغلات اللي بتحصل مثلا آه يعني تكون من نفس الزمر من نفس الزمر الدموية ومن نفس م. العائلة أما نفس اليوم البيت. مثل بدك تيجي تقول آه قبلت علماء وعم بيقول لي مثلا أنه أجا من الشمبانزي قلت له طيب إذا أجا من الشمبانزي لماذا الشمبانزي البقيين ما صاروا كمان آه إنسان ما قدر الجواب أنه هل م. الشغلات بالضبط أيوه آه. أنا ما راح أطول كثير بس بدي كان أنه دائما بدي آه أقول أنه عملية الخطيئة اللي دخلت وعملية التطور أنا بؤمن ايمانا كاملا أنه لا شيء من يوم اللي خلقت إلى الآن لا شيء في حياتي وجدته بدون أن يصنع وأن يعمل حتى يأتي إلى الحياة بس أنا أؤمن بالخليقة والرب أعطانا نفس المعرفة ونفس عملية شكراك الصناعة شكراك شكرا جدا أخي جورج أنا أشكرك جدا, شكراك جداً شكراك شكراك شكرا لك شكرا آه انا عايز اطمن الاخ جورج أحج... اه انا عايز اطمن جم... الاخ جورج <applause> اللي في العالم كله <applause> عايز اطمن الاخ جورج احنا <applause> انا لسه راجع من سفر فسجلت مجموعه حلقات مع <مم> دكتوره هي تعتبر يعني بروفيسور <applause> وهي تخصصها البايوكيمستري وفي نفس الوقت كمان علم الدي ان اي والخليه و وكلمنا عن الطفرة وكلمنا عن أصل الإنسان وكلمنا عن أصل الكون وكلمنا عن أصل الحياة فالحلقات دي حلقات علمية بردود علمية إن شاء الله تعرض قريبا على قناة الحياة كنت بتقول لي إيه بقى الله أنا نسيت <applause> كنا بنتكلم على موضوع آخر حضرتك جاوبت عليه برضه بيثير الاختلافات وبرضه بيثير عده امور فيها شكوك او فيها اعتراض عليها آه. غير موضوع تاريخيه ادم والخلق أو آه طبعا هناك التطور. هناك كمان شكوك خاصه الكتاب ما زلنا يعني اه هناك شكوك خاصه بالطوفان وانه الطوفان ده مش حدث تاريخي ده مجرد اسطوره وانه اساطير تنسب للالهه والناس زمان لما كان بيحصل طوفان في المنطقه زي نهر النيل ولا منطقه مثلا دجله والفرات كانوا دايما ينسبوا دوا للآلهه سواء الآلهه زعلانه سواء الآلهه غضبانه فبالتالي الكاتب سفر التكوين تاثر بهذه الاساطير وكتب لنا الاشياء دي ولا يوجد دليل يعني على 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 الطوفان حدث كوني تمام فانا ناقش مناقش الجزء ده كويس قوي ودي من اهم و... الموضوعات الحقيقه في ال آه. 11 اصحاح ومناقش من اول اصحاح 6 و7 و8 و9 بيناقشوا الجزء ده وبيناقشوا كمان الاختلافات ما بين الطوفان وما بين الاساطير البابليه م. وفي نفس الوقت ايه الادله حتى الادله العلميه م. علم الاثار وعلم الحفريات م. والجيولوجي اللي بيقول لنا على انه الطوفان كان اه الطوفان كان حدث جلوبالي آه لدرجه انه في بعض الهياكل ال 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 العظميه الاسماك وجدوها على قمم جبال آه الى اخر الاشياء دي كلها مذاكرها في الكتاب في فصل كامل عن الطوفان وعن تاريخيه الطوفان وحجم الفلك والبعض بيضحك طبعا يقول لك ازاي الفلك ده يسع كل الحيوانات دي فحتى الابعاد المختلفه للفلك كلها آه، ذكرتها وموجوده في النقاش جميل ثالث آه، فهرس والاخير اللي حضرتك حاطه آه، احنا م. خدنا فهرس الاسئله وناقشناها آه، في فهرس اخير حضرتك ذاكر انه فهرس جداول ورسومات توضيحيه اه ممكن حضرتك تاخده لنا كده بشكل آه. سريع آه،, اه في فهرس طبعا ده فهرس ثالث للكتاب هو آه. آه، الكتاب بيت... في في فهارس كتيره في مثلا رسم توضيح لنظريه المصادر وفي الاختلافات الجوهريه بين قصة الخلق الكتابيه والاساطير البابليه في تصور توضيح للالهه البابليه وعلاقتها بالخليقه ده تصور برضو مكتوب خربه وخليه برضو في يعني جدول موجود بيها البركه واللعنه اغنيه السيف اللي هي بتاعه قايين لما قالها لمراته لامراتيه نسل ادم ونسل قايين آه يعني مثلا في في مثلا يعني ممكن اقول لل يعني مثلا هنا ده ده نوح ونسل نوح فبيتحط في جداول رسومات توضيحيه شويه آه لو رحنا مثلا الى اولاد نوح هتجد برضو سام وحام ويافث هتلاقيهم بالشكل ده في جداول اخرى بال هنا حتى بالاسلوب الكتابه مثلا إذا كان بيكتب بطريقة النقطة الأساسية طب إيه النقطة المحورية كلمات الناس وكلمات الله الفرق بين كلمات الناس وكلمات الله في تكوين 11 إلى آخره مم. أنا كمان بشكر رب لأجل ناس كتيرة قرأت الكتاب وكتبت عنه هنعرف في الآخر ردود آه الأفعال ولكن كان عندي سؤال مهم قوي بخصوص أنه لاحظت في الكتاب كل صفحه تقريبا في مخطوطه عبري اه المخطوطه العبري الهدف هي مش مخطوطه آه 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 على قد ما هي النص العبري النص العبري آه ليه آه ايه حضرتك اهتميت بانك آه تضع النص العبري آه اهتميت النص اضع النص العبري قدام القارئ واضع كمان الترجمه تحتي آه مش إيه بس النص العبري آه والترجمه وتناول كل كلمه في اصلها آه بصراحه يعني هناك فتاوي كتير <applause> واحنا كعرب ما اكثر الفتاوي طبعاً. احنا بنفتي في كل حاجه كل وبنعرف كل حاجه مجرد ان انا اقرا كتاب عن العهد القديم انا اصبحت عالم في العهد القديم فاقول اللغه العبريه اصله بتقول كذا فانا حبيت ان انا ايه يعني أوافق ادي للـ للـ للقارئ الكلمه العبري وادي له كمان معناها ايه آه. وانه التفسير مبني على على النص الاصلي على المخطوطة الاصليه على الكلمه كما وجدت في نصها او اصلها العبري وممكن يبقى في ترجمات مختلفه لكن المعنى بتاعها بيساوي كذا وكذا وكذا م. فانا حبيت ان انا احط دون بحيث انه يبقى يعني سفر او تفسير اكاديمي بيميل الى الناحيه الاكاديميه اكثر من انه بيميل الى الناحيه التامليه يعني معظم الكتب اللي بننتجها اوقات بتبقى تاملات يعني انا ملاحظ كمان أنا ما حبيتش ان يكون ده آه، تأملي طبعا احنا قدامك يعني ماده آه، تفسيري قدام ماده دراسيه دسمه جدا يعني انا بشجع كل مهتم وكل واحد كمان يرجع آه، لل... كمان في الاخر الكتاب. انا حطيت لسته بالمراجع آه. عندنا 8 آه صفحات مليانه بالمراجع اكثر من 150 مرجع على فكره م. المراجع دي مش آه مجرد تجميع لمراجع وبحطها في نهايه الكتاب آه. المراجع دي استخدمت في بالفعل بالفعل يعني آه. كل مرجع لو رحت للفوت نوتس حتى تلاقي فيه نوتس مكتوب كل شيء هتلاقي ليه فوت نوتس آه مذكوره فتقدر ترجع للمرجع وتقدر تشوف انه الكلام اللي اتقال ده مش كلام من دماغ الكاتب الكلام ده كلام علمي موثق مبني على تفسير ومراجع اكاديميه خاصه بسفر التكوين يا ترى صاد الكتاب حتى الان مع حضرتك اشكر ربنا طبعا انا صاد الكتاب يعني مخجلني لانه مين انا بكلم جد يعني انه انه حاسس انه الكتاب الناس استقبلته بفرح والناس استقبلته برغبه في المعرفه ويمكن الجدال اللي موجود ده شجع الناس على انها تقرا وانها تدرس كل ما بيتحط في المكتبات بينفذ من المكتبات م. فبنحط تاني مجموعات تانيه من الكتب ممكن نقول السبب آه علشان توقيته كمان وتوقيته أو كمان توقيته كمان نزل في وقت آه مطلوب. القضيه فيه مطلوبه, مطلوبة, مطلوبة. مطلوبة. آه بشكر ربنا لاجل الناس اللي كتبت عن الكتاب م. وبعتت لي آه فكرها عن الكتاب يعني بشكر رب لاجل الاخ يوسف رياض خادم خادم الرب اللي كتب عن الكتاب بصورة جميلة يعني مشجعة وحب أنه يشجعني من خلال رسالة بعتها عن الكتاب بشكر الأخ مير فايز وعن اللي كتبه يعني الأخ يوسف رياض قال حط آية وقال تذكرت هذه الآيات المقدسة عندما قرأت كتاب الأخ العزيز دكتور أشرف عزمي وكم نحتاج في الزمن الشرير الرجال أمناء يدافعونا عن الحق إلى آخر اللي كتبه في في الكتاب متوفر نشكر ربنا آه، ممكن اتحط في اتحط في كل المكتبات المسيحيه في مصر اتحط في دار الثقافة اتحط في مكتبات الاخوه كلها في مصر اتحط ايضا في المكتبه الاسقفيه في الشبرا اتحط في مكتبه الفكر المسيحي في الأزبكية كمان بالنسبه للاخوه الموجودين في امريكا هنا اتحط على امازون على صفحه امازون اللي هيدور فيه على امازون ويكتب بالعربي في البدء البد البد هيجي له اه موجود على الشاشه الـ الـ الصوره بتاعته فالكتاب متوفر الموجودين في كاليفورنيا ليهم اكسس اكتر للكتاب هل. فنشكر ربنا لاجل استخدامه لهذا الكتاب سعره بسيط جدا لا يساوي كميه المجهود الكتاب 445 صفحه يعني كميه يعني مجهود خارقه اتبذلت في في الكتاب ده، أنا على إيدي كل يوم من ساعة ما عرفت الفكرة اللي الدكتور أشرف شغال فيها، يعني كنت بنسى إنه في كتاب بيتعمل. وأغيب أغيب أقول له إيه الأخبار؟ يقول لي لسه لسه بقى سنتين الحقيقة يعني مجهود خارق، هتعرف من الكتاب إنه مجهود خارق بمجرد إنك تحصل عليه، شجع كل واحد قارئ إنه يعني يقتني هذه النسخة في مكتبته هيرجع لها كتير الأيام اللي جايه دي بتزيد أكتر وأكتر الأمور دي فأنا وأسرة برنامج وأسرة قناة الحياة كلها بتبارك ليك يا دكتور أشرف والمزيد ومنتظرين أعمال قادمة أمين. وكتابات قادمة تفيد بها الكنيسة وشعب الرب في كل أمين. مكان وبشكركم أحبائنا الكرام في كل مكان على متابعتكم لبرنامجنا إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة لكم مني كل الشكر آمين